كندا الحديثة، التجارة والنمو الاقتصادي. تمتعت كندا ما بعد الحرب بمستوى قياسي من الرخاء والتقدم المادي، حيث انفرجت السياسات التجارية التقليدية التي زادت العالم في فترة الكساد من خلال معاهدات مثل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة GATT، والآن منظمة التجارة العالمية. وكان اكتشاف النفط في ألبرتا عام 1947 بداية لصناعة الطاقة الحديثة في كندا. وفي عام 1951 ولأول مرة أصبح غالبية الكنديين قادرين على تحمل تكاليف الغذاء والمأوى والملابس. وبين عامي 1945 و1970، ومع اقتراب كندا من الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين، أصبحت البلاد تتمتع بواحد من أقوى الاقتصادات بين الدول الصناعية، كما يتمتع الكنديون اليوم بأحد أعلى مستويات المعيشة في العالم، والذي يحفظ استقراره العمل الشاق للكنديين والتجارة مع الدول الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة. مع نمو الرخاء، ازدادت القدرة على دعم برامج المساعدات الاجتماعية، ويضمن قانون الصحة الكندي العناصر المشتركة والمستوى الأساسي للتأمين. كما قدمت الحكومة الفيدرالية تأمين ضد البطالة، والمعروف الآن باسم التأمين على العمل، في عام 1940. تم إنشاء تأمين لكبار السن في وقت مبكر من عام 1927، كما تم إنشاء خطط المعاشات التقاعدية في كندا وكيوباك في عام 1965، وتم توفير التعليم الممول من القطاع العام من قبل المقاطعات والأقاليم. المشاركات الدولية مثل أستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى، طورت كندا استقلالها تدريجيا مع القدرة على تقديم مساهمات كبيرة على المستوى الدولي، حيث بدأت الحرب الباردة عندما أصبحت العديد من الدول المحررة في أوروبا الشرقية جزءا من كتلة شيوعية يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي تحت حكم الدكتاتور جوزيف ستالين. فانضمت كندا إلى دول الغرب الديمقراطية الأخرى لتشكيل منظمة حلف شمال الأطلسي ناتو، وهو تحالف عسكري، وانضمت إلى الولايات المتحدة في قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية. كما انضمت كندا إلى المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة UN، حيث شاركت في عملية الأمم المتحدة التي تدافع عن كوريا الجنوبية في الحرب الكورية عام 1950 وحتى عام 1953 بخسائر وصلت إلى 500 قتيل و1000 جريح. كما شاركت كندا في العديد من بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أماكن متنوعة مثل مصر وقبرص وهايتي، وكذلك في عمليات أمنية دولية أخرى مثل تلك الموجودة في يوغوسلافيا سابقا وأفغانستان. كندا وكيوباك. ازدهر المجتمع والثقافة الكندية الفرنسية في سنوات ما بعد الحرب، وشهدت كيوباك حقبة من التغيير السريع في فترة الستينات المعروفة باسم الثورة الهادئة، حيث سعى العديد من سكان كيوباك إلى الانفصال عن كندا. وفي عام 1963 أنشأ البرلمان اللجنة الملكية ثنائية اللغة والثنائية الثقافية، وأدى ذلك إلى قانون اللغات الرسمية في عام 1969، الذي يضمن تقديم الخدمات باللغتين الفرنسية والإنجليزية في الحكومة الفيدرالية في جميع أنحاء كندا. وفي عام 1970 ساهمت كندا في تأسيس الفرانكوفونية، وهي رابطة دولية للبلدان الناطقة بالفرنسية. اكتسبت الحركة من أجل سيادة كيوباك بعض القوة، لكنها هزمت في استفتاء تم في المقاطعة في عام 1980، وبعد مفاوضات كثيرة تم تعديل الدستور في عام 1982 دون موافقة كيوباك. وعلى الرغم من أن السيادة قد هزمت مرة أخرى في استفتاء ثاني في عام 1995، إلا أن استقلال كيوباك داخل كندا يظل موضوعا حيويا، جزء من الديناميكية التي ما زالت تشكل بلدنا. مجتمع متغير.
مع تغيير القيم الاجتماعية على مدار أكثر من 50 عاماً، أصبحت كندا مجتمعاً أكثر مرونة وانفتاحاً، كما استفادت الكثيرات من توسيع نطاق فرص التعليم الثانوي وما بعد الثانوي، ودخل عدد متزايد من النساء في قوة العمل المهنية. كان معظم الكنديين الذين هم من أصل آسيوي في الماضي محرومين من التصويت في الانتخابات الفيدرالية والإقليمية، وفي عام 1948 حصل اليابانيون الكنديون على حق التصويت، كما منح السكان الأصليون حق التصويت في عام 1960، واليوم يحق لكل مواطن يزيد عمره عن 18 عاماً التصويت. كما رحبت كندا بآلاف اللاجئين من الاضطهاد الشيوعي بمن فيهم حوالي 37 ألفاً فروا من الطغيان السوفيتي في المجر في عام 1956، ومع الانتصار الشيوعي في حرب فيتنام في عام 1975 هرب العديد من الفيتناميين، من ضمنهم أكثر من 50 ألفاً لجأوا إلى كندا. إن فكرة التعددية الثقافية نتيجة للهجرة في القرنين 19 و20 اكتسبت قوة دفع جديدة، وبحلول الستينات من القرن الماضي لم يكن لثلث الكنديين أصول بريطانية أو فرنسية، وكانوا فخورين بالحفاظ على ثقافتهم المتميزة في النسيج الكندي، واليوم أضحى التنوع يثري حياة الكنديين خاصة في مدننا. الفنون والثقافة في كندا. يتمتع الفنانون الكنديون بتاريخ طويل من الإنجازات يفخر به الكنديون، فالفنانون من جميع المناطق يعكسون ويحددون ثقافتنا وأشكال التعبير الإبداعي، وحققوا إنجازات عظيمة في الداخل والخارج. كما قدم الكنديون مساهمات كبيرة في الأدب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكان للروائيين والشعراء والمؤرخين والمعلمين والموسيقيين أيضا تأثير ثقافي كبير، ولدينا أدباء من الجنسين أمثال ستيفن ليوكوك ولويس هيمو وسير تشارلز جي روبرتس وبولين جونسون وإيميل نيلي جان وروبرت سانديفيز ومارغريت لورانس ومردخاي ريتشلر. وحظى الموسيقيون مثل سير إرنست ماكميلان وهيلي ويلان بشهرة كبيرة في كندا وفي الخارج، وقام العديد من الكتاب مثل جوي كوجوا ومايكل أونداتشي وراهين توم ميستري بتنويع تجربة كندا الأدبية. وأما في مجال الفنون البصرية فربما تكون كندا معروفة تاريخيا باسم مجموعة السبعة، والتي تأسست عام 1920، والتي طورت نمطاً من الرسم لتصوير المناظر الطبيعية البرية الوعرة، ورسمت إيميلي كار الغابات والتحف الأصلية من الساحل الغربي، وكانت حركة ليز أوتوماتيست مجموعة من الفنانين الكيوبيكيين المنشقين، وهي رائدة للفن التجريدي الحديث في الخمسينات، وأبرزهم جان بول ريوبال، كما كان لويس فيليب هيبرت من كيوباك نحاتة مشهوراً لشخصية تاريخية. وكان كينو جواك أشفاك رائدا في فن الإنويت الحديث مع النقوش والمطبوعات والمنحوتات المصنوعة من الحجر الصخري. كما تتمتع كندا بتاريخ طويل يحظى بالاحترام من الفنون المسرحية من خلال شبكة من المسارح الإقليمية وشركات الفنون المسرحية ذات الشهرة العالمية، وتحظى أفلام دينيس أركان بشعبية في كيباك وفي جميع أنحاء البلاد، وفازت بجوائز دولية، ومن بين الخريجين الكنديين الآخرين البارزين نورمان جيوسون وأتوم إجوايان، كما حظي التلفزيون الكندي بمتابعة شعبية كبيرة. كما ازدهرت الرياضات حيث أخرجت كل المقاطعات والأقاليم رياضيين هواة ونجوم محترفين ممن فازوا بالميداليات الأولمبية، بالإضافة لاختراع كرة السلة من قبل الكندي جيمس نايسميث في عام 1891، وتتباهى أيضا العديد من دوريات الرياضات الكبرى بالمواهب الكندية وفي الرياضة الوطنية لهوكي الجليد. سيطرت الفرق الكندية على العالم، وفي عام 1996 في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حقق العداء دونوفان بيلي الرقم القياسي العالمي وميدالية ذهبية أولمبية مزدوجة، كما أصبح شانتال بيتت كلورك بطل العالم في سباق الكراسي المتحركة وحصل على الميدالية الذهبية للمعاقين.
كما أن لدينا واحد من أعظم لاعبي الهوكي على مر العصور، وهو وين غريتسكي الذي لعب لفريق إدمونتون أولرز من عام 1979 إلى عام 1988. وفي عام 1980 بدأ تيري فوكس وهو مواطن كولومبي بريطاني، فقد ساقه اليمنى بسبب السرطان في عامه 18 مسابقة تجاري عبر البلاد ماراثون الأمل لجمع الأموال من أجل أبحاث السرطان، والذي أصبح بطلا للكنديين. وبالرغم من أنه لم يفز بمسابقة الجري وخسر معركته مع السرطان في النهاية، إلا أن إرثه مستمر من خلال مناسبات جمع التبرعات السنوية باسمه. وفي عام 1985 دار زميله البريطاني الكولومبي ريك هانسن حول العالم على كرسي متحرك لجمع الأموال لأبحاث النخاع الشوكي. إن التقدم الكندي في العلوم والتكنولوجيا معروف عالميا، وقد غير الطريقة التي يتواصل بها العالم وطريقة التي يقوم بها بالأعمال التجارية. وكان مارشال ماكلوهان وهارولد إنيس مفكرين رائدين، كما حازت العلوم والأبحاث في كندا على اعتراف دولي واكتذبت طلابا على مستوى عالمي، وأكاديميين ورجال أعمال مشاركين في البحوث الطبية والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المجالات. ومنذ عام 1989 شاركت وكالة الفضاء الكندية ورواد الفضاء الكنديين في استكشاف الفضاء، وغالبا ما يستخدمون جهاز كانادورم المصمم والمنشأ في كندا. ومن العلماء الحاصلين على جائزة نوبل جون بولاني وسيدني ألتمان وريتشارد أي تيلور ومايكل سميث وبيير ترامب بروكهاوس وجيرهارد هارتسبرغ اللاجئ من ألمانيا النازية. الاختراعات والاكتشافات الكندية العظيمة. قام الكنديون بالعديد من الاختراعات والاكتشافات المتنوعة، فيما يلي بعض من أشهرها: ألكسندر جراهام بيل أول من وصل لفكرة اختراع الهاتف في منزله الصيفي في كندا. جوزيف أرمان بومبارديه اخترع عربة الثلج وهي عربة شتوية خفيفة الوزن. السيد ساندفورد فليمينغ اخترع النظام العالمي للمناطق الزمنية القياسية. ماثيو إيفانز وهنري وودوارد اخترعا معا أول مصباح كهربائي، ثم باعوا البراءة لتوماس إدسون الذي اشتهر به المصباح الكهربائي بشكل أكبر. ريجينولد فيسندين ساهم في اختراع راديو، حيث أرسل أول رسالة صوتية لاسلكية في العالم. الدكتور ويلدر بينفيلد كان رائد الجراحة المخ في جامعة ماجل في مونتريال، وكان يلقب باسم أعظم كندي على قيد الحياة. الدكتور جون إي هوبس اخترع أول جهاز لتنظيم ضربات القلب ويستخدم اليوم لإنقاذ حياة المصابين بأمراض القلب. شركة سبير إيروسبيس المجلس الوطني للبحوث قاموا باختراع كانت أرم الذراع الآلي المستخدم في الفضاء الخارجي. مايك لازارتياس وجيم بالسيلي من شركة ريسيرش إن موشن، وهي شركة اتصالات لاسلكية معروفة بأكثر اختراعاتها شهرة، بلاك بيري. هل تريد معرفة المزيد عن تاريخ كندا؟ قم بزيارة متحف أو موقع تاريخي وطني، فمن خلال التحف والأعمال الفنية والقصص والصور والوثائق تكشف المتاحف الأحداث والإنجازات المتنوعة التي شكلت تاريخ كندا. ويمكنك العثور على المتاحف في كل مدينة وبلدة تقريبا في جميع أنحاء كندا، كما تقع المواقع التاريخية الوطنية في جميع المقاطعات والأقاليم، وتشمل أيضا أماكن متنوعة مثل ساحات القتال والمواقع الأثرية والمباني والأماكن المقدسة. وللعثور على متحف أو موقع تاريخي وطني في مجتمعك أو منطقتك، تفضل ظل بزيارة مواقع الويب الخاصة بالمتحف الافتراضي لكندا ومنتزهات كندا الموجودة في نهاية هذا الدليل. يعتمد ازدهار بلدنا واختلافها على أن يعمل جميع الكنديين معا لمواجهة تحديات المستقبل. ومن خلال سعيك لأن تصبح مواطنا، فأنت تنضم إلى دولة سوف تستمر في النمو والازدهار بمشاركتك الفعالة. فكيف ستقدم مساهمتك من أجل كندا؟